السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي تلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من مادة اللغة العربية. إن شاء الله تعالى النهاردة هناخد درس جديد اسمه فكر أولا. الدرس بتاعنا اسمه إيه يا ولاد؟ فكر أولا. طيب قبل ما نبدأ في الدرس بتاعنا ونعرف القصة بتاعته ايه او ايه حكاية الولد والبنت اللي احنا شايفينه في القصة بتاعتنا دي، هنتكلم عن حاجة بنعملها كل يوم. في تصرفات يا ولاد كل يوم احنا بنعملها، في تصرفات صحيحة وتصرفات خاطئة. طيب احنا عايزين نعرف التصرفات اللي احنا بنعملها دي الصحيحة او الخاطئة نتيجتها ايه، او ايه اللي النتيجة اللي هتحصل بعديها، سواء انا تصرف تصرف خطأ او تصرف تصرف ايه صحيح. طيب لو انا مثلا شفنا يا ولاد ولد بيقرأ قرآن، طيب هو ده تصرف صحيح ولا تصرف خطأ؟ طبعا تصرف صحيح. طيب اما انا اقرأ القرآن او احفظ ايات من كتاب الله تعالى، ايه اللي انا ايه النتيجة بتاعته دي؟ ان ربنا هيحبني جدا، وان انا هكتسب ايه؟ حسنات، وان يبقى عندي حسنات كتير، يبقى تصرف ايه؟ صحيح. طيب لو احنا يا ولاد في يوم من الايام شفنا ولد اكل موز ورمى قشرة الموز في الارض، طيب ده تصرف صحيح ولا تصرف غلط؟ لا طبعا تصرف خطأ. ليه يا ولاد؟ لاني مثلا انا مرمي قشرة الموز مثلا في الارض، وجي مثلا طفل مثلا صغير او راجل عجوز كبير او شاب ويداس عليها، ممكن يتزحلق وان هو ايه يقع يتكسر. طب انا تصرف غلط ولا تصرف صح؟ طبعا تصرف غلط، ان انا كده اذيت ايه؟ اذيت غيري. طب احنا مثلا يا ولاد لو جينا يا شاطرين شفنا مثلا ولد وبنت بيتكلموا في حوار باسلوب مهذب واسلوب لائق، تصرف صح ولا تصرف غلط؟ مش بيتخانقوا ولا بيتزعقوا، ولا طبعا تصرف صح، ليه؟ ان هم عارفين اداب الحوار، ان هم يتكلموا بصوت هادي وباسلوب ايه لائق. طيب لو جينا شفنا ولد بيلعب في الاوضه بتاعته، وبعد ما لعبه خلص لعبه ساب لماما اللعب والادوات بتاعته اللي كان بيلعب بيها، وما لميش حاجته وحطها مثلا في المكان المخصص بتاع اللعب، وساب ماما ان هي تعمل له كل ده. طبعا تصرف ايه؟ تصرف غلط. ليه؟ لان احنا كده بنتعب ماما يا ولاد ان هي تيجي تلعب الورانا او تلم اللعب بتاعنا، بس طبعا تصرف غلط. ليه؟ لان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، احسنتم عليه افضل الصلاه والسلام، وصانا عليه وصانا ان احنا لما نتعلم النظافه، وان احنا لما نعمل حاجه لازم ننظف مكان المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه. طيب لو جينا شفنا ولد دخل من باب دون ان يستأذن ودون ان يقول السلام عليكم، طبعا تصرف ايه؟ تصرف خطأ. ليه؟ المفروض ان احنا بنخبط نترك الباب قبل ما نسمح للدخول، وان احنا اول ما ندخل بنقول السلام عليكم. طبعا احنا خدنا في التربية الإسلامية ان عن حديث الرسول ان هو وصانا ان احنا لما ندخل من الباب نقول ايه؟ السلام عليكم، ونرد ان احنا نقول ايه؟ السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ايه يا معلمة التصرفات اللي انت بتحكيها لنا دي، وايه علاقتها بالدرس بتاعنا؟ طيب اللي احنا التصرفات اللي احنا حكيناها دي علاقتها بالدرس بتاعنا، هنقرأ الدرس بتاعنا ونشوف ايه التصرفات دي، ونشوف ايه حكاية الولد والبنت دول. ايه الدرس بتاعنا؟ اسمه فكر اولا. كريم وريم اخ واخت، وريم هي الاكبر سنا. الشخصيات اللي معانا في القصة دي يا شاطرين ان كريم وريم دول اخوات، وريم هي الاكبر سنا. كريم طفل صغير ومندفع، لكنه يحب ريم اخته ويحترم كلامها. كريم طفل صغير مندفع، يعني ايه؟ يعني بيعمل تصرفات ما بيش بيفكر فيها هي صحيحة ولا خطأ، طب نتيجتها ايه؟ تغضب اللي قدامي ولا تسعده؟ هنشوف دلوقتي. ذات مرة دخلت ريم على كريم فوجدته قد قام بتلوين الطاولة. سألته ما هذا يا كريم؟ هل ما فعلته سيسعد أمي؟ كم ستتعب في تنظيفه؟ كمل بقية القصة. فكر كريم في تأثير تصرفه على مشاعر أمي، وقال أنا أخطأت وأنا مسؤول عن تصرفي وسأنظف الطاولة.
طبعا ده تصرف غلط يا ولاد ولا تصرف صح؟ طبعا ده تصرف غلط. ليه؟ لان احنا مفروض ان احنا لما نحب نرسم اي حاجة بنجيب ورقة ونجيب الالوان بتاعتنا ونبدأ نرسم. ما ينفعش ان احنا نرسم على الطاولة بتاعتنا. طبعا ده في البيت. ليه؟ لان ماما هتيجي تنظف الطاولة بتاعتنا واحنا كده مش بنساعد ماما، احنا كده بنزعلها. طب كذلك برضو يا ولادي هنا في الفصل، زي ما انا بوصيكم كل يوم ان احنا مفروض ان احنا ما نكتبش على الطاولة بتاعتنا. ليه؟ لازم ان احنا نحافظ على الفصل بتاعنا ان هو يكون ايه، نظيف. وفي يوم من الأيام كان كريم في مكتبة المدرسة يتصفح إحدى القصص بين يديه، لكنه كان يحدث ضوضاء عالية. في يوم من الأيام كان كريم قاعد في مكتبة المدرسة بيقرأ أحد القصص، لكنه كان بيعمل إيه، ضوضاء عالية، بيقرأها بصوت عالي. نظرت إليه أمينة المكتبة وقالت: ما أثر الصوت العالي على زملائك بالمكتبة؟ طيب أمينة المكتبة اللي هي مين؟ المدرسة المسؤولة عن المكتبة. قالت له: ايه أثر الصوت العالي انك تقرأ بين زملائك في المكتبة بصوت عالي؟ هنشوف الأثر بتاع الصوت العالي ايه. فكر كريم في تأثير تصرفه على مشاعر زملائه وقال: متأسف، سأحافظ على الهدوء في المكتبة. طبعا ده يا ولاد تصرف غلط. لما احنا ننزل المكتبه بتاعتنا ونحب ان احنا نقرا قصه، اول حاجه لما نستخدم قصه لازم نرجعها مكانها، ونحب ان احنا نقرا قصه ويكون معانا زملاء في المكتبه، نقرا بصوت ايه، منخفض، وبحيث ان زملائنا يعرفوا يقراوا القصه بهدوء. يبقى كان المفروض ان احنا، المفروض اللي على كريم التصرف اللي المفروض كان يعمله ان هو يقرأ القصة بصوت منخفض. كمل بقية القصة. عاد كريم الى بيته وحكى لاخته عن موقف اضحكه كثيرا وقال: كان حسين ينزل على درج المدرسة فانزلقت قدميه ووقع مثل البطريق. قالت ريم: يا كريم، هل ضحكتك جعلت حسين يضحك؟ فكر كريم في تأثير تصرفه على مشاعر صديقه حسين وقال: ما رأيك يا ريم، سأصنع له بطاقة أعتذر فيها وأكتب له كلمات طيبة، فكما جعلت أفعالي تحزنه سأجعل كلماتي تسعده. يعني كريم طبعا حب ان هو يتصرف تصرف ويعبر عن اعتذاره لصديقه حسين عن التصرف الخطأ اللي هو عمله، فحب ان هو يكتب له بطاقة بيعتذر بيها عن افعاله، وان هو قال لها: يا ريم، انا هكتب له كلمات طيبة هعتذر فيها، وزي ما جعلت افعالي تحزنه وساجعل كلماتي تسعده. يعني تصرفاتي بالموقف اللي انا عملته خليت ان هو يبقى زعلان مني، انا هعمل تصرفات ان هي تسعده وتكون ان هو ما يزعلش مني. قالت ريم: يا كريم، يجب ان تفكر في نتيجة تصرفاتك على من حولك، لا تتصرف قبل ان تفكر. ان وجدتها ستسعد غيرك فافعل، وان وجدتها ستغضبهم فلا تفعل. اللي احنا نتعلمه يا ولاد من القصة بتاعتنا دي، التصرفات اللي احنا بنعملها يا ولاد لازم نفكر فيها اولا. نفكر هل التصرف ده صح ولا غلط، التصرف ده هيزعل زميلي او صديقي ولا لا، طب هيأثر فيه ولا لا. لو كان التصرف اللي انا بعمله ده تصرف كويس ومش هيزعل زميلي مني اعمله، طب لو هو تصرف غلط بعمل ايه، لا افعله. وكده انتهت القصة بتاعتنا، ويا رب تكون استفدت. ان شاء الله نقرأ الاسئلة بتاعتنا. يلا معايا اول سؤال. صف كريم. هاي يا ولاد، كريم كان انسان عامل ازاي؟ كان طفل عامل ازاي؟ ها، من يجيب؟ احسنت، رائع. كريم طفل صغير ومندفع ولكنه يحب ريم اخته ويحترم ايه، كلامها. رائع، ممتاز. السؤال التاني: ماذا كان يفعل كريم عندما دخلت عليه اخته؟ كان بيعمل ايه؟ ها، قولي. احسنتي، كان يقوم بتلوين الطاولة. السؤال الثالث: ماذا فعل كريم عندما ذهب إلى مكتبة المدرسة؟ ها، كان بيعمل إيه؟ أحسنت، كان صفح أحد القصص ولكنه كان يحدث ضوضاء عالية. أحسنت. يلا نغلق الكتب ونقوم بإخراج كراسة الإملاء.
سوف نقوم بإملاء 3 كلمات من القصة. يلا نكتب في صفحة جديدة تاريخ اليوم. الكلمة الأولى فكر، الكلمة الأولى فكر. الكلمة الثانية كريم، الكلمة الثانية كريم. الكلمة الثالثة مشاعر، الكلمة الثالثة مشاعر. هقرأ الكلمات مرة ثانية. الكلمة الأولى فكر، الكلمة الثانية كريم، الكلمة الثالثة مشاعر. نغلق الكراريس ونضع الأقلام، نقوم بمراجعة الكلمات اللي احنا اتمليناها. أول كلمة معانا كلمة ايه؟ فكر. أخذنا الحروف الطيبة، أخذنا الحروف الطماعة، وقلنا الحروف الطماعة الألف والواو والدال والذال والراء والزاي، وقلنا الحروف الطماعة بتمسك في إيد اللي إيه؟ أحسنتم، اللي قبليها مش تمسك في إيد اللي إيه؟ بعديها، رائعون. وقلنا الحروف الطماعة لما بتيجي في أول الكلمة تفتح إيديها، لأ بتيجي في أول الكلمة متفتحش إيديها، ولما بتيجي في وسط الكلمة احسنتي بتفتح ايد واحده، ولما بتيجي في اخر الكلمه بتفتح يد واحده او تاتي ايه منفرده. وقلنا بقيه الحروف تبقى الحروف الايه الطيبه، وقلنا الحروف الطيبه لما بتيجي في اول الكلمه بتفتح ايد ايه احسن ايد يد واحده، ولما بتيجي في وسط الكلمه تفتح ذراعيها الاثنين، ولما بتيجي في اخر الكلمه تفتح يد واحد. عندنا الفاء اهي من الحروف الطيبة فتحت ايد واحدة، والكاف من الحروف الطيبة فتحت ايديها الاتنين، والراء من حروف الطماع لما جت في اخر الكلمة ايه فتحت ايديها الواحدة. عندنا الكاف عليها ايه؟ شدة. الشدة بنقولها احنا عاملين زي السين الصغيرة، ومنطق الحرف كام مرة؟ مرتين. ايه هي انواعها؟ ها احسنت، شدة بالفتحة، شدة بالايه؟ بالكسر، شدة بالضم، رائعون. الكلمة الثانية كلمة كريم. ها من يقول لي الكلمة دي فيها ايه؟ احسنتي، مد بالياء، هي حروف المد، احسنتم رائعون، الالف والواو والياء. الحرف اللي قبليها بيكون اسمه ايه؟ الحرف الممدود، احسنتم، اللي هو ايه؟ الراء، رائعون. الكلمة الثالثة مشاعر، ها فيها مد بالايه؟ مد بالالف، احسنتم، في الحرف الممدود التشين، رائع. طيب كده كنا انتهينا من الدرس، ويا رب تكونوا استفدتوا من القصة وتعلمنا منها حاجات جديدة، وأشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.